السلام لكل متتبعين اللي كيتابعوا القناة ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا لا فيديو ديالي ولا القناة ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو، وما تبخلوش عليا باللي لايك والتعاليق ديالكم. يوم جيت لكم فيديو جديدة بديتها لكم من الزنقة هذه 8 و12 دقيقة. دابا جيت حيت ماما جات البارح في الليل من صويره، وجيت دابا للدار اللي عندنا في السلام، غادي نطرقها انا دابا كاينه في شارع السلام. المهم كنتسنى باش ننزل عندي ونمشيو نفطروا اونصومبل. قدرت تلحق علينا خالتي وراجلها، المهم مازال ما عرفتش داكشي علاش غنبدا لكم النهار عاوتاني من الصباح ومشارك معكم النهار كامل. خليوكم معايا حتى الاخر لا فيديو. شكون اللي كيعجبها الخليع؟ برد ديال هذايا وحرشة صحة وراحة. Thank you.
الدار، باقي الدار كما هي. جبت هنا شويه ديال الكفته، غادي ندير دغيا كفته وفريت حيتاش ماما بغات تجي تغدى معايا عندها شي غرض، قالت لي خليها نهار اخر. المهم داكشي علاش غادي ندير غير كفته دغيا والفريت بالزربه بالزربه، حيتاش ما بقى والو لراجلي ويجي من الخدمه على ود الغدا. المهم هانتوما معايا وباقي الروينه ديال الدار باقي ما جمعت والو. يلا دابا غادي نقاد الغدا دغيا بالزربه ونجمع الدنيا وهانتوما معايا. هذه هي الغديوه ديالنا، درت ديك البصيله اللي كنت درت مع الكفته، درت فيها شويه ديال البيض وقليت هكا شويه ديال المطيشه غير هكا شويه في ديك المريقه اللي بقات، وصافي مع الفريت والعصير اللي وجدت ديال الفخاز والليمون. وهذه هي الغديوه ديالنا بصحه وراحه. ودابا غادي نشارك معكم شنو خديت في مروه. خديت جوج ديال لي زارتيكل، عندي لارتيكل الاول اللي هو هاد سبرديلا ولا بالغين ولا ما عرفتش شنو. المهم صراحه انا كيعجبني هاد لو ستيل، وعندي بزاف البيض، عندي سبرديلات بزاف في البيض الغوز، عندي وحده في الكحل ولكن طالعه كتجيني سخونه. داكشي علاش خديت هادي طماما عجباتها، دايرين ليها 199 درهم ورطيبه ومريحه، عجباتني صراحه فاش لبستها جاتني مريحه. بالنسبه للستيل ديالي انا بزاف كنلبس برديلات، كنلبس دوك البرديلات اللي كيكونوا سبور كلاس، صراحه كنرتاح فيهم وبهكا كتبقى الرجل محافظه من الشمس وهذا، لان كتعرفوا لبستو سنادل ودوك السبيبطات وداكشي كتبقى لاطراس هكا ديال الشمس وكتكحل لكم رجليكم. صراحه هادو كيجوني زوينين مريحين وفي نفس الوقت مستيلين. وخديت واحد صنيدله تلاقيتها سولد ب 49 درهم، صراحه عجبتني فني وناطف الرجل كتجي زوينه في اللبسه. وصافي هادشي اللي خديت، ودابا يلا تغدينا غادي نرتاح شويه بما يجي راجلي من الخدمه في العشيه، ونقدروا نمشيو ناخذوا خاصنا تقضيه، مازال ما عرفتش واش غادي نمشيو اليوم المهرجان ولا لا. المهم اللي درتها راكم معايا.
ما غادي تفهموا والو دابا. هذا النهار الثاني صراحه كنا البارح بينا نمشيو مرجان وجا واحد الصهد وصافي بقينا جالسين غير في الدار كنقولوا غنوضوا عكسنا. المهم غنخليوها اليوم لان اليوم كنصور لكم فيه فيديو جديد ان شاء الله غنحط لكم الغدا ان شاء الله اللي هو السبت. هنا غادي نحبس معكم هاد الفيديو غير باش ندير معكم القفله. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلا لايك والتعليق ديالكم واللي مازال ما مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد كنزلو. تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.